بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله على الشهيد البطل شهيد الوطن اللواء الركن عبد الرب الشتادي الله يرحمه. لقد كان قامة وهامة عظيمة بحجم الوطن والشعب اليمني كامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ بموته وشهادته الهمم ويرفع الله بشأنه ويعز اليمن ويحررها من الإنقلابيين الذين أدخلوا اليمن في نفق مظلم. بإذن الله تعالى باستشهاده سنخرج من هذا النفق المظلم. كلا لا تتأثر العمليات العسكرية باستشهاد الأبطال، بل بالعكس ستعطيهم دافع في التقدم ودحر الإنقلابيين من كل مواقع ومن كل الجبهات بإذن الله تعالى.